زي ما ذكر أخوي بدر نحن على مشارف رمضان، نعم، ولم يتبقى له إلا أياما معدودات، وندخل في شهر الرحمة الذي فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران وتصفد مردة الشياطين، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ومن أجمل ما يقبل عليه الإنسان في رمضان كلام الله عز وجل. لماذا كلام الله؟ لأن الله عز وجل يقول في سورة البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يقول الشاعر: أتى رمضان فاقبل يا أخيا إلى الرحمن واتبع النبي، فهذا شهر صوم فاغتنمه وحث السير للجنات سعيا، فكم من صائم قد غاب عنا. كم من صائم كان معانا السنة الماضية، ألا مو معانا، هو تحت القبور. فكم من صائم قد غاب عنا، فهل من عبرة إن كنت حيا؟ تزود بالفضائل واغتنمها، الله أكبر، كفى ذنبا وإسرافا وغيا، كفى ذنبا وإسرافا وغيا. وقل يا رب، يا رب، وقل يا رب، وقل يا ربي ها قد جئت فاغفر ذنوبا كنت آتيها مليا، ذنوبا كنت آتيها مليا.